عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب طالبات الصف الرابع، أهلا ومرحبا بكم في حصة الرياضيات لهذا اليوم ودرسنا خطة حل المسألة. سوف نستعمل أشكال فين في حل بعض المسائل الكلامية. نبدأ من كتاب الطالب صفحة 125. لاحظت مربية أطفال في إحدى الحضانات أن 8 أطفال يحبون الحليب، 11 يحبون العصير، و5 يحبون الحليب والعصير معا. ما عدد الأطفال في الحضانة؟ أولا نفهم السؤال جيدا. لاحظوا أن السؤال أعطاني أن 8 أطفال يحبون الحليب، 11 يحبون العصير، و5 يحبون الحليب والعصير. هذه هي المعطيات. أما المطلوب كم عدد الأطفال في الحضانة؟ مطلوب مني حساب عدد الأطفال في الحضانة. لاحظوا أن لدي مجموعات، مجموعة يحبون الحليب، مجموعة يحبون العصير، بينها عناصر مشتركة، إذا يمكن أن أستخدم أشكال فين. وبما أنه أعطاني مجموعتين أرسم دائرتين، ولأن بينها عناصر متداخلة نرسم دائرة، لأن بينها عناصر مشتركة نرسم دائرتين متداخلتين. طبعا لو أعطاني 3 مجموعات أرسم 3 دوائر وهكذا. الدائرة الأولى ستكون الأطفال الذين يحبون الحليب، الدائرة الثانية للأطفال الذين يحبون العصير. لاحظوا الأطفال الذين يحبون الحليب والعصير معا 5، بالتالي نكتب في المنطقة المشتركة أو المنطقة المتداخلة 5. عدد الطلاب الذين يحبون الحليب 8، إذن مجموع ما سنضعه في الدائرة الخاصة بالأطفال الذين يحبون الحليب يجب أن يكون 8. أخذنا منها 5 مشتركة، إذن 8 - 5 يساوي 3، تبقى 3 يحبون الحليب فقط. الأطفال الذين يحبون العصير 11، إذن مجموع ما سنضعه في دائرة العصير 11. أخذنا منها 5 مشتركة يحبون الحليب والعصير معا، كم يتبقى من 11؟ 11 - 5 يساوي 6، وهو عدد الأطفال الذين يحبون العصير فقط. هل انتهينا من حل السؤال؟ لم ننتهي، إذ إنه طلب مني أن أحسب عدد الأطفال في الحضانة. حتى نحسب عدد الأطفال في الحضانة نجمع أعداد الأطفال الذين يحبون العصير فقط زائد عدد الطلاب عدد الأطفال الذين يحبون الحليب والعصير معا زائد عدد الأطفال الذين يحبون الحليب فقط. 6 + 5 + 3 يساوي 14 طفلا. يمكن أن نتحقق عن طريق إيجاد العدد الكلي في كل مجموعة، مثلا مجموعة الحليب 5 + 3 = 8 6 + 5 مجموعة العصير 11. ننتقل للسؤال التالي. سأل معلم طلبة الصف عن من زار قصر المشتى أو قصر عمرو الأثريين فوجد 12 طالبا. لاحظوا نبدأ المعطيات من هنا، 12 طالبا زاروا قصر المشتى، 7 زاروا قصر عمرو، و5 زاروا كلا القصرين. انظروا ما المطلوب من السؤال، كم عدد طلبة الصف؟ لاحظوا نسجل المعطيات المطلوب. لدي مجموعات متداخلة، مجموعتين متداخلتين بينها عناصر مشتركة، إذن أستعمل أشكال فين. نرسم دائرتين لأن لدينا مجموعتين بينها عناصر مشتركة، إذن نرسم الدائرتين متداخلتين. دائرة تمثل أعداد الذين زاروا قصر المشتى، ودائرة تمثل أعداد الذين زاروا قصر عمرو. لاحظوا الذين زاروا كلا القصرين معهم 5، إذن المنطقة المشتركة نكتب فيها 5. الذين زاروا قصر المشتى 12، مجموع ما سيكون في دائرة المشتى هو 12. أخذنا منها 5 مشتركة، إذن 12 - 5 يساوي 7، هو عدد الطلاب الذين زاروا قصر المشتى فقط. عدد الذين زاروا قصر عمرو 7، إذن مجموع ما سنضعه في دائرة قصر عمرو هو 7. أخذنا منها 5 مشتركة، كم يتبقى؟ 7 - 5 يساوي 2، عدد الطلاب الذين زاروا قصر عمرو فقط هو 2. هل انتهينا من حل السؤال؟ كلا. يطلب أن أحسب عدد طلبة الصف. نجمع 2 + 5 + 7 ويساوي 14 طالبا. يمكنكم التحقق عن طريق إيجاد العدد الكلي في كل مجموعة. ننتقل الآن لسؤال رقم 3. نادى رياضي فيه قاع الأجهزة الرياضية ومسبح. إذا استعمل 10 زائرين قاعة الأجهزة المعلومة الأولى في المعطيات، و9 زوار استعملوا المسبح، 3 منهم استعملوا قاعة الأجهزة ثم المسبح. لاحظوا قاعة الأجهزة ثم المسبح، إذن هذه 3 مشتركة. فكم زائر زار النادي في ذلك اليوم؟ إذا مطلوب مني حساب عدد الزوار النادي في ذلك اليوم. يمكننا استخدام أشكال فين
نرسم دائرتين متداخلتين، دائرة تمثل أعداد الذين استخدموا قاعة الأجهزة، ودائرة تمثل أعداد الذين استخدموا المسبح. لاحظوا ثلاثة استعملوا قاعة الأجهزة ثم المسبح، إذن الثلاثة هذه في المنطقة المشتركة. الذين استعملوا القاعة هم 10، مجموع ما سنضعه في دائرة القاعة 10، أخذنا منها 3 مشتركة، إذن 10 - 3 يساوي 7. الذين استخدموا المسبح 9، مجموع ما سنضعه في دائرة المسبح 9، أخذنا منها 3 مشتركة، 9 - 3 يساوي 6. نوضح كتابة 9 فقط. كم عدد زوار نادي في ذلك اليوم؟ نجمع الأعداد 3، 6 + 3 + 7 ويساوي 16 زائرا. يمكنكم التحقق عن طريق إيجاد العدد الكلي في كل مجموعة. ننتقل للسؤال الأخير في حصة اليوم. يشترك في النشاط الرياضي 18 طالب، يشترك في نشاط المسرح 14 طالب، بينما يشترك في النشاطين معا 4 طلاب. ما عدد الطلبة المشتركين في النشاط الرياضي فقط؟ نحدد المعطيات: أعداد الطلاب الذين شاركوا في النشاط الرياضي، الذين شاركوا في نشاط المسرح، ثم أعداد الطلبة المشتركين في كلا النشاطين، والمطلوب منا حساب عدد الطلبة المشتركين في النشاط الرياضي فقط. يمكننا استخدام أشكال فن. دائرة، دائرتين متداخلتين بما أن لدينا مجموعتين وبينها عناصر مشتركة. دائرة تمثل أعداد الذين اشتركوا في النشاط الرياضي، ودائرة تمثل أعداد الذين اشتركوا في نشاط المسرح. لاحظوا الذين اشتركوا في كلا النشاطين 4، إذن في المنطقة المتداخلة نكتب 4. النشاط الرياضي الذين اشتركوا فيه 18، أخذنا منها 4 مشتركين، كم يتبقى؟ 18 - 4 14. نشاط المسرح الذين اشتركوا فيه 14 طالب، إذن مجموع ما سنضعه في دائرة المسرح هو 14، أخذنا منها 4 مشتركين، إذن 14 - 4 يساوي 10. هل انتهينا من حل السؤال؟ نرى ما المطلوب. المطلوب عدد الطلبة المشتركين في النشاط الرياضي فقط. كم عدد الطلبة المشتركين في النشاط الرياضي فقط؟ من الرسم 14. بهذا نكون انهينا حل السؤال. الآن لديكم الواجب صفحة 6.